بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اصدقائي الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا دلوقتي هنبدا الدرس الرابع من ويندوز 7. كنا خدنا درسين في الكتاب، وكان في درس كده مقدمه، يعتبر خدنا 3 دروس. النهارده هنكمل ان شاء الله ويندوز 7 سيمبل فايل. سيمبل فايل اللي هو الكتاب اللي هو بيقول لك تبسيط ويندوز 7. الكتاب ده جميل جدا يا جماعه، ومش سايب حاجه ايه اللي قايلها، يعني هو عميق جدا. خدنا شابتر 1 وشابتر 2. كان شابتر 1 بيتكلم على جيتنج ستارتد، ازاي تبدا اصلا في الويندوز. شابتر 2 كان بيتكلم على البروجرامز، ازاي تسطب البرنامج وازاي تتعامل مع البرامج. شابتر 3 اللي هنبدا فيه النهارده ان شاء الله هو كبير شوية، فعشان كده ان شاء الله هعمل الدرس الرابع ده هعمله على جزئين. الشابتر بيتكلم على ايه؟ creating and editing documents، استخدام الايه documents اللي هو المستندات يا جماعة. مستند اللي هو ايه؟ الفايل اللي بيتعامل معاه اي برنامج. اي برنامج بيتعامل ايه مع فايلات documents. طب نشوف الكونتنتس كده بتاعت الشابتر. الشابتر بيتكون من ايه؟ عدة نقاط. النقطة الأولانية بيقول لك understanding documents، ازاي ان انت تفهم ايه هي الدوكيومنتس اصلا، تمام؟ ازاي نفهم الدوكيومنت اصلا. طيب تاني حاجة create a document. تالت حاجة ازاي تنشئ المستند او الدوكيومنت، الملف. تالت حاجة save a document، تسيفه. رابع حاجة open، ازاي تفتح الايه الملف يكون عندك موجود. خامس حاجه edit document text. بعد كده ايه change the text font، ازاي تغير الايه الفونت. find text، مثلا عندك نص كبير قوي مثلا عايز تبحث عن كلمه. replace text و print document، تمام. طيب هنسمي بسم الله وهنبدا في الايه الشابتر بتاعنا، وهنقول ان احنا بنبدا نقول ايه الاندرستاندينج دوكيومنتس. اول نقطه في الشابتر بتاعنا بيقول لك ازاي ان انت اندرستاندينج دوكيومنتس. اولزو يور كمبيوتر كامز ويز ثاوزند اوف فايلز، يعني انت الكمبيوتر بتاعك جاي معاه الافات من الايه من الفايلات. الا انه اونلي A few of them can be considered documents. انت عندك الافات الفايلات لكن مش كلها تعتبر ايه documents. ايه هي بقى documents؟ الدوكومنت is that is because a document is a file. الدوكومنت هو فايل. ماله بقى؟ that you either create yourself or يعني ملف، يا اما انت انشأته بنفسك create yourself or that you can open and edit yourself. يعني اما ملف انت اللي انشاته بنفسك، اما ملف تقدر ان انت تفتحه وتعمل له ايديت، تعدل فيه يعني. ماست دوكيومنت كونسيدرد كونسيستس اوف تكست، اغلبيه المستندات هي ايه؟ ملفات نصيه تكست، سواء وورد سواء اللي هو التكست دوكيومنت ده اللي هو النوت باد مثلا، الوورد باد، حاجات اللي هي البسيطه دي، او الوورد مايكروسوفت اللي هو الاوفيس او كده. هنا بيقول لك but you can also create documents that are pictures، يعني ممكن تعمل مستندات ايه صور. the for example، احنا عاملين 4 امثله، هو الكتاب بيقول for example showing here، المعروضين هنا are the basic document types. الايه الاربع امثله اللي جايين لك دلوقتي هعرضهم لك، دول الايه امثله للانواع المستندات that you can create using the program that come with a Windows 7. يعني على اساس ان ايه استخدامك للبرامج اللي موجوده في Windows 7. لسه انت مثلا ما عندكش اوفيس، ما عندكش برامج خارجيه، لا ده انت البرامج اللي ايه اللي معاك هنا في Windows 7. فهنا بيقول لك ايه تكست ايه دوكيمنت، انت بتعمل تكست واخد بالك، وبتبقى ايه باكستنشن بتاع ايه TXT، اللي هو الاكستنشن يا جماعه اللي هو ايه اسم الفايل، بعديه بتلاقي نقطه، بعديه بتلاقي 3 حروف، تلات حروف او 4. التلات او 4 حروف دول هو ده اسمه الاكستنشن، اللي هو امتداد الملف. الاكستنشن دون بيحدد نوع الملف، بيحدد حاجتين للويندوز، نوع الملف وايه البرنامج اللي بيفتح الملف ده، تمام؟
يعني مثلا ملف تي اكس تي يبقى بيفتحوا ايه النوت باد. طيب ملف ار تي اف اهو اللي هو الريتش تكست فورمات، فورمات يعني ايه؟ يعني نوع الملف او فورماته ايه، نوعه ار تي اف يعني اللي هو ريتش تكست فورمات، يبقى ده بيفتحه الوورد باد. تمام، يبقى دي نوعين من ملف ايه، من الايه، ملفات اللي تشتغل على برامج تكست، برامج جايه مع الويندوز اللي هو النوت باد والايه والوورد باد. علشان نفتحهم عادي خالص بنخش من هنا من قائمه ستارت اول بروجرامز، لو انت مستخدم الوورد باد هتلاقيه هنا اهو، والنوت باد هنا اهو بره في البرامج اللي هي اللي الموست ريسنتلي يوزد، يعني البرامج الحاجات اللي انت لسه مستخدمها بتلاقيها بره هنا. لكن لو انت عايز تجيبها من مصادرها مطرح ما اتسطبت، فبتفتح ايه زي ما دخلنا كده اول بروجرامز، ونخش على الاكسسوارز. الاكسسوارز اهي، هتلاقي الاكسسوارز بقى الحاجات البرامج اللي نازله مع الويندوز، الكالكوليتر والحاجات دي. ادي النوت باد اهوت، وادي الوورد باد اهو. النوت باد برنامج بسيط تكتب فيه اللي انت عايزه تكست، والوورد باد برضه زي ما حضراتكم هتشوفوا كده اكسسوارز اغلبيتنا اشتغلنا عليه، خصوصا لما مثلا مش مسطبين احنا الاوفيس مثلا ما عندناش وورد اهو بنكتب عليه. ده بيقول لك دي برامج نازله مع الويندوز من غير ما تنزل بقى انت ايه اوفيس او اي حاجه. في حاجه ثالثه بيقول لك الدروينج. الدروينج يعني الرسم، الرسم از ذا كونتكست از ا ديجيتال ايمج، ديجيتال ايمج يو كرييت يوزنج سبيشال تولز. انت بتستخدم حاجات ايه زي ايه، برنامج الايه البنت بروجرام، برنامج الرسام اللي نازل مع الويندوز، ازاي تعمل بوليجونز اشكال، سبيشال افكتس تاثيرات خاصه، فري فورم شيبس اشكال حره، تشكيلات حره زي ما انت عايز، بترسم انت زي ما انت عايز. طبعا ممكن برضو ايه هنتعلمها برضو، هنخش هنا مثلا برضو في الاكسسوارز هنلاقي البنت. فين البنت؟ اهو البنت، كانوا زمان بيسموه البنت باش او البنت، يعني اهو بتكتب فيه بترسم فيه اللي انت عايزه، عايز ترسم مثلث، عايز ترسم اي حاجه، بتعمل اللي انت ايه، بتاخد التولز اللي انت عايزها من هنا. ادي دي فرشه مثلا، ده قلم رصاص، هنا تكتب كلام، عايز تكتب هتكتب، تمام مش عايزين دلوقتي. دي زي كده ايه فرشه الوان، تختار اللون اللي انت عايزه، بس دي صفيحه بقى هتغير الصفحه كلها. تمام، انا كنترول زد تتراجع. ده الرسام برضه هي ايه، هيجي له وقت برضه ايه في الكتابه وهنشرحه. رابع حاجه في الاربع امثله اللي قال عليهم هنا الايميل مسج. هنا في برنامج مع الويندوز نازل اسمه ايه، الويندوز ليف ميل، ده بروجرام نازل مع الويندوز ازاي تبعت بيه مسجات وتستلم بيه مسجات من غير ما تكون انت نزلت الويندوز واللي هو عليه بقى الاوتلوك. طيب يبقى احنا كده فهمنا يا جماعة ايه هو المستند. هو هنا بيقول لك، هنا بيقول لك ايه understanding documents، لازم تفهم ايه، وبيقول لك في الافات من الملفات على الجهاز الكمبيوتر بتاعك، بس مش كلهم يعتبروا مستندات. المستندات يا اما حاجة انت انشأتها، عندك ملفات ايه، في ملفات ايه تاني غير المستندات، انت عندك ملفات ويندوز، ملفات اكسكيوتابل، عندك ملفات الدرايفرات بتاعة الاجهزة، ملفات اللي هي ايه اللي بتشغل الشاشه او الفيجا كارد، اللي بتشغل الصوت ساوند سيستم او الساوند كارد. تمام، عندك الملفات اللي هو تعريف بقى، تعريف السيديهايه الهارد، كل حاجه بتشغل كل حاجه ليها تعريف. لو حطيت كارت من اي حاجه لازم تعرفه، كارت تي في، كارت نت، كارت لان، اي حاجه، كارت فاكس، اي حاجه بتحطها على الكمبيوتر لازم يبقى ليه ايه ملفات تعريف. يبقى دي ملفات نعتبرها دوكيومنتس؟ لا، ولا ملفات الويندوز دي دوكيومنتس، دي ملفات بيسموها ايه اكسكيوتابل او اي دي ال ال او اي اكس كيو، يعني ملفات تشغيليه ما انت ما بتلعبش فيها، ما نقدرش نمسح او نعدل فيها. في ايه تاني؟ في ملفات مثلا البرامج، البرامج الاوفيس وملفات الادوب اكروبات، ملفات كل دي ملفات، لكن هل نعتبرها دوكيومنتس؟ لا. اما ايه الدوكيومنتس اللي هو بيتكلم عنها هنا واللي احنا بنتعامل معاها، اللي هي الملفات اللي احنا بننشئها ببرامج، برامج كتابه، برامج رسم، برامج حتى يا عم لو انت بتسجل صوت، بتسجل صوت او فيديو، او هنا زي قال لك ملفات الايميل، بتكتب انت ايميل، تمام، كل دي اسمها ايه ملفات، ملفات اللي هي ايه بتتعامل معاها ببرامج معينه، سواء برامج على الويندوز او برامج ايه انت مسطبها بعد كده. طيب هنا بيقول لك ازاي تنشئ بقى ايه
دوكيمنت. يبقى احنا فهمنا ايه هو الدوكيمنت، دلوقتي عايزين ننشئ دوكيمنت. طيب هو بيقول لك هنا ايه، when you are ready to create something using Windows 7 عايز تنشئ اي حاجه، in most cases you being by opening appropriate program عايز تنشئ حاجه لازم تفتح البرنامج opening appropriate program البرنامج المناسب ليها such as Windows Leave Mail عايز تبعت ايميل يبقى لازم تفتح الايه البرنامج اللي اسمه Windows Leave Mail. لو انت لسه ما نزلتش الاوفيس بقى وعندك الاوتلوك والكلام ده، او ما عندكش ماسنجر مثلا للياهو ولا الكلام ده او الفيسبوك او اي ماسنجر تاني سكاي بي حاجه زي كده. طيب يبقى انت عندك الايه البرنامج نازل معاك مع الويندوز عادي خالص اللي هو الويندوز ليف ميل. if you want to create email message انت عايز تعمل ايميل مسج رساله بالايميل and then using the program to create new document يبقى انت بتفتح البرنامج المناسب وتبدا تنشئ البرنامج بتنشئ قصدي الملف الدوكيمنت او الفايل او المسج. طبعا كل برنامج بقى الايه الفايل بتاعه ليه اسم. هنا انت بتقول ايه فايل في كل البرامج start the program you want to work with هتفتح البرنامج اللي عايز تشتغل بيه ومن قائمة فايل نيو. تقريبا كل برامج الويندوز اللي هي نازلة مع الويندوز بتبقى حاجة واحدة زي ما هنشوف كده. مثلا احنا فاتحين هنا الوورد باد والوورد باد والنوت باد. مثلا انت لو فتحت هنا فايل نيو اهي ده صفحة جديدة، هنا برضو اهي فايل نيو كله كده زي بعض. وهتلاقي هنا حاطط لك شرطه تحت نيو معناها ايه، ان انت لو دوست كنترول ان اهو كاتبها لك برضه اهو كنترول نيو كنترول دوست كنترول ان مش لازم بقى ايه تيجي تفتح المنيو وتدوس ايه ان. نفس الحكايه يعني نفس الامر ممكن تجيبه من الكيبورد تدوس كنترول ان ونفس الامر ممكن تنفذه بان انت تفتح المنيو وتخش على الامر وتدوس عليه كليك. وهنا برضه ايه الاوبن برضه هتلاقي او تحتيها شرطه، الاس تحتيها شرطه، البي تحتيها شرطه. تمام يا جماعه هنعرف الكلام ده كله في الكتاب. الكتاب مش سايب حاجه بصراحه ومع انه هو ايه بسيط بس جميل جدا من البدايه للاحتراف الشديد يعني للويندوز يعني. طيب هو قال لك انت عايز تعمل ايه كرييت دوكيمنت هتعمل كده. طيب يقول لك اف ا بروجرام اف ذا بروجرام سبورتس more than one type of file لو البرنامج بيدعم اكثر من ايه من نوع للملف يبقى انت ايه the program asks which type you want to create البرنامج هيسالك انهي نوع من الملفات اللي انت عايز تفتحه. تمام some program display dialog box with a list of ايه document type يعني ممكن يفتح لك dialog box صندوق حواري ويقول لك اختار النوع اللي انت عايز ايه. تمام انما عاده خالص انت بتفتح ايه بتدوس يا اما تدوس على الزرار ده الزرار ده اللي هو الزرار نيو اهو هنا مش باين هنا هنا في تول بار في الايه في الـ في الوورد باد اهو اهو ده المنظر اللي هو الصغير هنا دي الايقونه دي او الرمز ده او ان انت تدوس كنترول ايه ان منين من الكيبورد اهو لو وقفت عليها كده شويه هتلاقي بص يعمل لك هنت هنت يعني ايه تعليق صغير كده خالص بيقول لك كنترول انيو دوكيمنت نيو وما بين قوسين كنترول بلس ان يعني لو دوس كنترول وان تفضل دايس على زرار كنترول وتقوم دايس على ان نفس الامر هو هو اللي هينفذه ان انت تدوس على المنيو دي وتخش جوه. تمام يا باشا ماشي. طيب خش على اللي بعدها انشأنا الملف. طب كتبنا فيه حاجه ممكن نكتب فيه حاجه هنسيف نسيف. طيب طيب تعالوا نكتب كده مع بعض اي حاجه نكتب كده مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم درس مثلا رقم 4 كورس جميل. كتبنا مثلا اي حاجه بسيطه كده وطبعا ممكن ينسق بعدين يعني انا بفضل ان انا اكتب وبعد كده ابدا انسق مثلا اعمله بولد الايه الخط يبقى تقيل شويه ما يبقاش خفيف كده. عايز تغير نوع الخط هنقول الكلام ده كله بعدين هنقول الكلام ده كله ايه بعدين. نتراجع عن التغيير الغريب ده شويه
انفرت سيمبل فايل هو الكلام اتغير لي كده. اتقلب انجلش باسم عموم. يعني انواع الخطوط دي بتيجي بالتجربة، هنكتب اي حاجة مثلا هنا اي كلام، مش لازم بقى نقعد ايه نكتب تمام بسرعة كده بس عشان نملى. طيب فتحنا عملنا كويت وفتحناه وايه وكتبنا كلام جواه. طيب عايزين نسيف، هندوس ايه، يا اما من التول بار على العلامة دي او منخش من الفايل نخش على سيف. طيب هنا هيسألني ثلاث اسئلة، المكان اللي عايز اسيف فيه مثلا هنحطه على الديسكتوب. طيب اسم الملف هو انا قايل دوكيمنت، فانا مثلا اخليها دوكيمنت واحد. ثالث حاجة نوع، عايزه تكست ولا ريتش تكست فورمات. احنا قلنا ان ريتش تكست فورمات دون اعلى شويه من التكست دوكيمنت اللي هو بيشتغل بيه النوت باد، على اساس ان ده الوورد باد، وطبعا اعلى منهم اللي هو الدي او سي اللي هو بتاع الـ بتاع الايه قصدي دي او سي مش دي او اس، اللي هو الدوكيمنت يعني بتاع الايه بتاع الوورد اللي بيشتغل عليه الايه الوورد بتاع الاوفيس. يعني هنقول ان احنا هنخليه ار تي اف زي ما هو، يبقى سالنا على ثلاث حاجات، اسم الملف ونوعه والمكان اللي هتسيف فيه. هن ايه هنسيف. طب نشوف الكتاب برضو قايل نفس الكلام اهو، قايل نفس الكلام فايل وسيف، يا اما تدوس على كنترول اس. طيب هنا بقى بيقول لك فرق بقى ما بين حاجتين اهو، فتح لي وساله على نفس الكلام برضو، ايه انت عايز سيف فين ونوع الملف واسمه. طيب في حاجه بقى اسمها ايه، خد بالك بقى، في سيف وفي سيف از. سيف انا كتبت مثلا كلام سطر كمان من اي كلام الهيروغليف اللي احنا بنكتبه ده، مش مهم يعني، المهم ان احنا ايه بنملى لو كانت كلام عادي عشان ما نضيعش وقت، بس نقعد لنا 5 دقايق ولا 10 دقايق نكتب تمام. ففي اضافات على اللي انا كنت مسيفه، لو دوست هنا سيف كده يا جماعه على طول، لو دوست سيف على طول هيسيف التغييرات دي. شوف ما حصلش حاجه، ما ادانيش بقى الشاشه اللي هو في الاول اللي قال لي هتسيبه فينا حته واسمه ايه ونوعه ايه ثلاث حاجات، لا سيف على طول. يبقى سيف التغييرات الاخيره الكام سطر اللي انا كتبتهم على نفس الملف بنفس الاسم وبنفس النوع وفي نفس المكان. طيب ايه الفرق بقى بين سيف وسيف از؟ سيف از لو دوست هنا تاني ظهرت لي الشاشه. طب ليه ما سيفش التغييرات لي؟ لا سيف از يعني حفظ ك، حفظ ك ايه يعني نسخة أخرى من الملف، نسخة أخرى يعني ممكن تسيفه في مكان آخر أو تغير اسمه أو تغير نوعه، يبقى أنت عملت إيه نسخة أخرى من الملف. يبقى أنت مثلا لو إحنا قلنا غيرنا اسمه بقى إيه دوكيمنت 2 ودوسنا إيه سيف تمام، يبقى كده هغير غير التعديلات بس اللي إحنا عدلناها، لا ده كده حافظ الملف كله باسم تاني. طب تيجي كده نشوف، هننزل كده على الديسكتوب هنلاقي بص بقى عندنا ازاي، بقى عندنا نسختين. يبقى سيف از بتعمل نسخه اخرى من الايه من النسخه الاولى، النسخه الاولى بثلاث حاجات بقى، اي حاجه فيهم تتغير، الاسم الاسم اتغير اهو، او المكان احنا المكان واحد ان احنا سيفناه الاثنين على الديسكتوب. ثالث حاجه النوع، يعني تغير الاسم او المكان او النوع يعمل لك سيف از، انما تفضل على نفس الملف وعايز سيف التغييرات بس خلاص يبقى انت هتدوس سيف بس وخلاص يسيف لك التغييرات. طيب هنا حكى الحكايه دي يعني وقال لك ان انت تعمل سيف او سيف از، ولما تختار الاسم ما تحطش فيه اي علامات من دي لانه مش هيقبلها تمام، وبعد كده بتدوس اوكي على الايه الديالوج بوكس. الحاجات دي كلها احنا طبقناها، احنا احسن حاجه ان احنا بنعملها ان احنا بنقرا بنقرا الحاجه بتاعتنا وبن ايه وبنطبق اوبن ا دوكيمنت. تفتح بقى الملف سي مثلا ان احنا خلاص قفلنا ده قفلناه، فهنا بيقول لك بقى هنا هتعمل حاجه. بص عشان تفتح الملف يا اما الملف البرنامج اللي بيشغل الملف مقفول يا اما ايه انت لسه فاتح وعايز تفتح، فهو بيقول لك ايه ستارت ذا بروجرام
you want to work with. لازم تفتح الملف اللي انت البرنامج اللي بيشغل الملف اللي انت عايز تشتغل عليه. طيب كليك فايل، يبقى احنا هنفتح الايه الوورد باد اهو. ده انا الصفحه فاضيه، بيقول لك هتخش فايل جوه فايل وتخش اوبن، يا اما كنترول اوبن او تدوس على العلامه دي، هيديك شاشه تختار ايه دبل كليك على الايه الدوكيمنت اللي انت عايزه. طيب نطبق الكلام ده اهو، احنا ماشيين واحده واحده كده اكننا ايه اهو اوبن فتحت لنا ديا. هنخش على الديسكتوب، عندنا في الديسكتوب واحد واثنين، عايزين واحد او اثنين ايا كان، نعمل دبل كليك عليه فتح لنا الملف. طيب ممكن نعملها بطريقه ثانيه، كنترول او، هندوس على كنترول والاو فتح اهي. تمام، يبقى ممكن من القوائم او من الايه اختصارات، لو دوسنا على بدل ما نعمل دبل كليك على الملف ندوس ايه اوبن كده على طول، يبقى احنا عندنا ايه دوكيمنت واحد مفتوح. طيب كل ده بيقول لك ان انت برضه ازاي هتختار، تدوس على الاسم بتاعه وتدوس اوبن يتفتح لك الايه الملف. في بقى طريقه جميله جدا، هو بيقول لك ايه بقى، انت هو قال لك افتح البرنامج وبعد كده افتح منه الملف. طب افرض انا قافل كده خالص، في حاجه اسمها ايه الريسنتلي، ريسنتلي يوزد، اف زي از زير ا مور دايركت واي تو اوبن ا دوكيمنت، في طريقه مختصره اكتر بدل ما اقعد افتح البرنامج وافتح الملف. قال لك قائمه ستارت فيها حاجه اسمها ريسنت، قائمه ستارت فيها حاجه اسمها ريسنت، هنا شايفين يا جماعه ريسنت، ممكن افتحها كده اهو على طول. بس انا ايه هو هنا ايه عشان انا منزل الاوفيس هيفتحه بالايه بالوورد، لو فتحت انا هعمل اقول له لا افتحه لي بالايه بالوورد باد. شفتوا بقى دي جميله ازاي، على طول من بره بدل ما اقعد ادور على البرنامج اللي بيفتح الحاجه وبعد كده افتح، لا بلاقي ايه الريسنت ايتم، يعني ايه الملفات الاخيره اللي انا فتحتها، الملفات الاخيره اللي انا ايه كنت فاتحها. طيب هيقول لك انت هتخش عليها من قائمه ستارت على الدوكيومنتس على الايه ودبل كليك على الملف اللي انت عايزه. طيب كده ان شاء الله احنا هننهي الجزء الاول وهنكمل مع بعض ان شاء الله في الجزء الثاني للدرس.